سلام حبيبتي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. رحب بالمشتركات الجدد، نقول اهلا وسهلا بكم معنا. بلا ما ننسى المشتركات وحبيبتي اللي معايا، نقول حبيبتي راكم منوريني. هنا حبيبتي راح ندير معكم فيديو في تحضيراتي لرحلة على البحر، يعني واش وجدت الغدا غدوات على البحر. فرجة ممتعة حبيبتي. حبيبتي ما تنساوش ديروا لايك باش يشوفوا الفيديو ناس بزاف ويستفادوا منه. نستنى في ارائكم وتعليقاتكم، نخليكم مع الفيديو. هنا حبيبتي راح ندير زيتون للعشاء. هنا راني قشرت حبه تاع بصل وحبه تاع طماطم وزوج حبات تاع زروديه، وعندي اللحم تاعي راني شللته وحطيته. ونحتاج للتوابل، نحتاج ملح، نحتاج ثوم، نحتاج طماطم مصبره، نحتاج درسه، ونحتاج فلفل احمر حلو، ورشه الفلفل الاحمر الحار. اللي يحبوا الحار يضيفوا، شنو ما يحبوش يقدروا يستغناو عليه، وشويه نتاع زيت. انا هنا كما قلت لكم راني مقشره الجزر تاعي وراني درتهم في الباسينه تاع الماء. الزيتون تاعي راني نقطر فيه باسكو كنت شللته وشتوني صباح ودارته في الماء. دوك انا نقطع البصل تاعي والطماطم، نرحيهم ونرجع ليكم. هنا بعد ما رحيت البصله تاعي والطماطم هاني فرغتهم في الكوكوطه، درت لهم التوابل، درت ملح وثوم وفلفل احمر حلو ورشه من الفلفل الاحمر حار والدرسه. كما راكم تلاحظوا دوك نلوح عليهم اللحم تاعي ونحاول اني نحمس اللحم تاعي لداخل في لاكوكوط. هنا راني درت اللحم تاعي مع التوابل، هنا راني درت اللحم تاعي مع التوابل كما راكم تلاحظوا. وهنا راني ضفت زوج مغارف تاع زيت. دوك نزيد نخلط مليح اللحم تاعي مع التوابل باش يزيد تخلط معاه الزيت والطماطم المصبره. دوك نذوبها في شويه تاع ماء ونضيفها للاكوكو تاعي. انا دوك لاكوكو تاعي نحطها على النار ما بين لا بدات تقلى شويه، هذاك هو ندير شويه ماء وندير فيه طماطم مصبره ونفرخها على الخليط تاعي. هنا انا درت مغرفه كبيره تاع طماطم مصبره، ضفت لها شويه تاع ماء برك. دوك نضيفها دوك نديرها في لاكوكو تاعي جست ما تبدا تغلي شويه برك نديرها. وهنا الجزر تاعي راني قطعته، دوك تغلي لي شويه يغلو لي التوابل تاعي مع اللحم، ومن بعد نفرغ الطماطم والجزر. هنا بعد ما غلات الكوكوطه تاعي هنا راني راح نضيف الطماطم المصبره اللي كنت درت لها شويه ماء والزروديه والمرق. هنا راني فرغت الطماطم تاعي المصبره هذيك ولحت الزروديه. دوك نزيد نخليهم يتقلى واحد 10 دقائق هكذا، وبعد ذلك نمرق ونغلق لك الكوكوطه تاعي باش يطيب. هنا ها بعد ما تقلات لي زروديه مع اللحم تاعي في التوابل، هنا راني راح نضيف الزيتون تاعي، ضيف الزيتون والمرق. هنا هاني مرقت، دوكا نغلق الكوكو تاعي ونخلي الزيتو تاعي يطيب ونروحو نحضرو الشليطة مع بعض. هنا هاليكم بعد ما قليت الفلفل والطماطم انا راني قشرتهم ونقيتهم يعني، دوكا نرحيهم ونديرهم يطيبو. هنا بعد ما درت رحيت الشليطة تاعي ودرتها طيب، هنا جيت ندير الدجاج المحمر باش يعني نحطو يتحمس مليح يعني يشرب التوابل هذوك باش في الليل خلاص نطيبو. هنا واش نحتاج، انا عندي الدجاج تاعي كنت قلت لكم كنت دايرته في الكونجيلاتور، جبدته دي كونجلا هاني شللته درته في الكيروانه هذه. هنا جبت كميه من البصل، جبت انا زوج حبات تاع بصل قشرتهم وغسلتهم وقطعتهم شرائح كما راكم تشوفوا، وجبت حبه طماطم كبيره ثانيه غسلتها وقطعتها. واش نحتاجو توابل؟ نحتاجو فلفل اسود، نحتاجو شويه كمون، ملح، وشويه نتاع كركم. انا درك الدجاج تاعي فرغ عليه الطماطم والبصل هذه اللي كنت قطعتها. ندلو فلفل اسود كما راكم تلاحظوا، شويه تاع كمون،
مغرفة تاع كركم هاي ليكم، والملح. هاديكم انا هنا درك نخلط، نحاول نخلط البصله تاعي والطماطم والدجاج مع التوابل ونرجع لكم. هاديكم هنا بعد ما خلطت الدجاج تاعي مع البصله والطماطم والتوابل، يعني تخلطوا مليح كما راكم تلاحظوا. هاديكم يعني هاديكم يعني نحاول نخلطهم مليح باش كامل يقيسوهم التوابل كما قلت لكم. يعني واني كنت شاركت معكم هذه الطريقه تاع الدجاج، يعني انا افراد العائله تاعي يحبوه هكذا ويجي بنين، يعني صدقوني جربوه ماكمش راحين تندموا عليه، يجي هايل. التوابل كما قلت لكم درت كمون، درت فلفل اسود، درت ملح ودرت كركم، يعني ما فيش حتى حاجه صعيبه. نجيب البلاط تاعي، ناخذ شويه تاع البصل نفرشها يعني في الصينيه، نجيب شرائح تاع طماطم كذلك، كما راكم تشوفوا. من بعد نهز الدجاج تاعي يعني نستفو في الفلفل، انا كملت ستفت الدجاج تاعي كامل ونرجع لكم. انا كملت ستفت الدجاج تاعي كامل في البلا، دوكا نفرغ عليه هذيك البصله والطماطم اللي بقات لي. هذه الطريقه يعني هاي ليكم. انا هنا يعني مانيش راح نطيبو درك باسكو يعني حندهي معايا البحر، سما ما طيبوش من دركا مازال الحال، يعني راح دوك نغطيه ونديرو في الثلاجه حتى الليل خلاص باش كي نطيبو. هاو ليكم البلاط تاعي يعني كما راكم تشوفوا، دوك نغطيه وندخلو للثلاجه حتى الوقت عاد راح نطيبو فيه ونرجع ليكم. هنا بعد ما طيبت العشاء كما قلت لكم، هاني غسلت اللمعان وحطيتهم يقطروا، يعني ما عندي كنت نستعمل فيهم حطيتهم يقطروا، دوكا نروحوا نسيقوا مع بعض. انا هنا راني راح نسيق الحاله، يعني بعد ما طاب لي الزيتون تاعي وطابت لي الشليطه يعني طفيت عليهم، رايحه نسيق. يعني كما شفتوني حضرت الدجاج يعني وخليته ودرته في الثلاجه باش يتشرب لي التوابل، الزيتون تاعي طاب راهو جاهز، يعني حتى الوقت العشاء باش نحطوه. الشليطه تاعي ولا الحميس كما يقولوا راهو كذلك واجد. غسلت هذوك المواعين كنت نخدم بهم هذوين، ودوكا راح نسيق الحاله كامل ومن بعد هيا تروحوا تسيقوا معايا. هنا انا درت الماء السخون في البسينه تاعي هذه، ودرت لها الجافيل ودرت لها ليزيس، راح نسيق بها الكوزينه باسكو كي قليت الفلفل طالي شويه الزيت في الارض، ثم دوك راح نسيق ونكملوا مع بعض. هنا هاني سيق في الحالة كما راكم تلاحظوا، هاني دايره الماء جيت لجهة
الدوش حاجاكم الطواليت. هاني راح ثاني كبيت الماء هنايا والجر هاني حنا نحكهم. غسلت لافما كما راكم تلاحظوا وشللتها. انا نكمل سيق ونرجع لكم. هنا بعد ما نشفت بالفلوطوار ذكراني راح نشف بالنشافه عادي، ومن بعد نرجع لا فونتيل بلاصتها نشف الدوش مليح، نشف لافما والبيدي ولافابو ونطوي حاجاكم الطواليت مليح ونرجع لكم. نشفت الحاله كامل ودرت بالنشافه هذيك الزرقاء اللي ما فين تشوفوني بها والصانيبون، يعني نشفت الشنابر كامل عقبت عليهم عن الحاله كوزينه الهول. هنا راني برا كذلك نشفت الحاله كامل. سيقت عند الباب كما راكم تلاحظوا. هنا بعد ما نكتم كملت سيقت عند الدخله هذا راني دايره لافما ودايره لا فونتين، يعني الدخله باش نروح لا دوش. يعني هنا راني مسحت الحاله يعني بعد ما سيقتها ونشفتها كما راكم تلاحظوا كلش راهو ناشف. هنا يعني راح نعمر القرعه تاع الصانيبون يعني باش من بعد نعقب بها النشافه برك، يعني والله في الفطور يعني دوك باسكو عقبت النشافه ودرت الصانيبون دوك مزات الكوزينه برك اللي ما يعني نشفتها بالنشافه عادي بس ما درتلاش الصانيبون، قلت حتى اللي خلاص ونعقب لها يعني دوك نعمر القرعه تاعي تاع الصانيبون. هنا بعد ما كملت السياق كامل قلت لكم هنا مازالت لي غير الكوزينه برك، يعني مازال ما عقبتش عليها بالفلوطواره هذيك الزرقاء والصانيبون باسكو هاي نشفت. خليتها حتى يعني بعد ما نتعشى ونكمل شغالتي كامل ومن بعد ندير لها شويه صانيبون ونعقب بهذيك النشافه يعني باش تبقى لي رائحه في المطبخ. هنا الماعن راهم قطرولي دوك يعني راهم قبيله دوك نمسحهم برك ونديهم نخبيهم في بلايص. هاي الشليطه تاعي صارت جاهزه عفوا كما يقولوا الحميس. الزيتون تاعي كذلك هو طاب طفيت عليه دوك راح نحطهم يتعشى دوك في نوريكم في صحن التقديم. هنا راني حطيت الطابله يعني دوك نحط العشاء. هاو الزيتون تاعي صار جاهز في صحن التقديم. هاو لكم العشاء تاعي صار جاهز، يعني الحميس تاعي والشليطه طابت والزيتون تاعي كذلك طاب دوك نحطهم يتعشى وبعد نكملوا مع بعض. هنا حبوباتي بعد ما كملت يعني لميت الماعن وحطيتهم باش دوك نغسلهم يعني بعد ما تعشينا وكملت مسحت الطابله. هنا قبل ما نغسل الماعن وجدت الصينيه تاعي تاع الحليب باش الصباح ينوضوا يشربوا الحليب كي ينوضوا الصباح بكري يشربوا الحليب تاعهم باش كي ان شاء الله نروحوا للبحر. يعني هنا راني وجدت الصينيه تاعي دوك هنا راح نغسلوا الماعن. انا اللي درت الباسينات تاعي دوك ندير الرغوه تاعي ونغسل الاواني تاعي ومن بعد نرجع نكمل معاكم. هنا بعد ما تعشيناني مسحت الطابله ورجعت لها هذيك البوكي هذاك اللي يجي في وسطها. هنا زينت يعني بالتخ هذاك تاع الخبز وهذاك كانوا يحركوا في لي طابل بعد مامي تشوف واش تشوف. هنا راني حندير شويه تاع صانيبون باش تبقى لي حاله ما معطرة. عندك تزلج مشي 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 هنا حبوباتي بعد ما كملنا العشاء وغسلت الماعن وكملت خلاص هاني جيت جبت الدجاج تاعي من الثلاجة يعني ونحيت له الغطاء اللي كنت مغطيته به. درك راني نشعل الفرن وندخل الدجاج تاعي يطيب ها ونكملوا مع بعض. هنا حبوباتي كما شفتوني يعني درت الدجاج تاعي يطيب دوكا راح نكمل معاكم واش راح ندير. هنا عندي بطاطا راح نقشرها ونديرها تفور وعندي كورجيت راح نقيها ونقليها باش نديرها مع بلاصوص طوماط يعني باش نديها معايا البحر، وعندي هنا طماطم وخيار
وعندي بصل راح ثاني كذلك نقيهم ونقطعهم ونديرهم في العلبه باش كي نديهم معايا غدوه للبحر. انا هنا راح نبدا نقشر في البطاطا تاعي. انا هنا خديت هذو الحبات الصغار اللي كانوا في الصندوق، ما بغيتش ناخذ هذوك الحبات الكبار، قلت راح نديرها مشرشمه علاه ما نديرش الصغار هذو احسن. هنا يعني راني في الليل خلاص، يعني بعد ما تعشيت ولميت الماعن وغسلتهم وعقبت النشافه على الهول بها السانيبون وصليت العشاء وارتحت شويه يعني، وكانوا عندي امور ثانيه درتهم، ومن بعدها راني جيت ندير الغداء تاع غدوه اللي ندي معايا للبحر. يعني هنا راني مع تحضيرات اللي راح نديهم معايا للبحر غدوه، الحوايج راح نديرهم معايا. انا كمل نقي البطاطا تاعي. هنا بعد ما كملت قشرت البطاطا وغسلتها وشللتها مليح قطعتها هنا ودرتها في الكسكاس ودرت عليها الملح، دوك نديرها تفور. هنا الكوجات تاعي قشرتها واني بديت نقطع فيها. هنا الخيار والبصل والطماطم تاعي هاني قطعتهم وكملت، يعني قشرتهم ونقيتهم وغسلتهم وقطعتهم، دوك نديرهم في الثلاجه حتى للصباح باش نديرهم في العلبه. هذو تما راهم واجدين. والطماطم تاعي اللي حنخدم بها الصلصه هاني درت لها الماء سخون باش ثم نقشرها. انا ندير البطاطا تاعي تفور ونكمل القطع الزروديه. هذاك هو وقت عفوا الجريوات، دوك تغلي لي البرمه وندير البطاطا تاعي تفور. انا كمل نقطع الكورجات يعني الجريوات تاعي باش دوك نقليها، وتكون هنا يعني راح نديرها مع الطماطم. يعني والله ما كانش في الحسبان باش نروحوا اليوم البحر، وتلمون يعني شويه يعني عيانه، يعني ما وجدتش كيما هما فين يعني نوجد لي بيني وهذاك، ثم قلت لهم خلوا غدوه شو لي بيني من ثم في البحر، ما قدرتش نديرهم. في هذه الاثناء راني درت التاي تاعي طيب كيما درتو معاكم الخطره اللي فاتت باسكو نديوه معانا، ودوكا نطيب المايس. يعني انا نحب ندي الماكله نديها من المنزل يعني باش نضمن باللي يعني تخدمت في نظافه وحاجه ما مخلطت لها، يعني نشتي نخدمها في الليل هكذا كما راكم تشوفوا، وصباح غير نطيب برك ونديها معايا. كيما دوك انا الكورجات تاعي دوك نقليها ونحط البطاطا تاعي تفور ونرجع لكم. هاني دايره التاي راه يغلي، هنا الطماطم راهي طيب، البطاطا راهي تفور، الدجاج تاعي طاب، الكورجات كمل طيبتها وحطيتها. هنا تاعي التاي تاعي صار جاهز، يعني طيبته كما شفتوني قبيل، صفيته ودرته في الترموسه هذه، مازال ما درتلوش غير السكر حتى للصباح. يعني ها دوكا التاي تاعي وجدته وبعته على الطريق. المايس كيف كيف هاني نطيب فيه، ودوك جست نكمل نغلق عليه يبرد خلاص نغلق عليه العلبه. هنا السله تاعي عندي هذه السله هي اللي ندير فيها الاواني تاعي. هنا عندي الكيسان تاع لاتاي نديهم معايا، عندي هذو لي غوبلي نشربو فيهم لي جي ونشربو فيهم الماء، عندي الرولو تاع الكاغط اللي نمسحو بيه. هنا عندي الملاحه وعندي طبسي تاع بلاستيك للولاد، وهذو زوج باش نحطو فيهم الماكله والفراشط، وعندي هذو لي بورت مونجي اللي راح ندير فيهم الماكله تاعي. كما قلت لكم انا الدجاج تاعي راه صار يعني صار جاهز طاب، وشو راني مغطياته ودايرته في الفور، طفيت عليه الفور وخليته يعني حتى نبرد الفور، وبعد عاود رجعته لداخل. دوك شويه هكذا ونحيه نخرجو باش ما يفسدليش بالترموس سخانه. دوك جست نكمل اموراتي برك نخرجو ونخلي عليه. كما قلت لكم الدجاج تاعي دوكا نكمل برك نفرز البوطاجي تاعي منا ونجبدو ونحطو. الجريوات تاعي قليتها وحطيتها، صلصه الطماطم تاعي اللي حنديرها للجريوات ثاني طابت، البطاطا تاعي طابت كملت طابت،
الخيار والبصل والطماطيش قطعتهم بيلوش كما شتوني ودرتهم في الثلاجة. الشليطة اللي كنت طيبتها قبيل معاكم كذلك راني درتها في العلبة وخبيتها في الثلاجة هنا. يعني دوك نكمل برك اموراتي هادو ونرجع لكم. عليكم بعد ما كملت شغلتي كامل، ها هو البوطاجي تاعي، يعني غسلت الماعن هذوك اللي خدمت فيهم هذا وين وغسلتهم ونيطوايتو كما راكم تلاحظوا. الفول تاعي كذلك راني مسحتو. هنا الدجاج تاعي ها هو ليكم طاب، يعني اني حطاته يبرد. البطاطا تاعي كذلك راهي طابت يعني تبرد برك. هنا الجريوات تاعي والطماطم هام كذلك درتهم مع بعض زعما مازال ما طيبتهمش حتى للصباح. هنا الترموس تاعي تاع التاي، يعني عمرت التاي تاعي وجدته مازال ما درت لهش غير السكر حتى للصباح يعني قبل ما نروحو. المايس تاعي كما طيبته درته في العلبه وخبيته، برد خبيته. السله هذيك خبيت فيها الاواني، زدت الموز، زدت المغارف صغار، زدت زوج مغارف كبار باش نهز بيهم. و لي بورت مانجي دوك اللي حنخبي فيهم الماكله. السينية تاعي تاع الحليب راهي واجده كيما شفتوني قبيله وجدتها. غير القهوه باقي حتى الصباح باش نطيبها، باسكو الحليب تاعي فايض يعني غير نسخنو باقي، باسكو الحليب تاع البقرات جوست نجيبو برك نفايضو كيما راكم تلاحظوا. يعني هكذا هذاك هنا زينت الكوزينه يعني من هذاك التخ. هنا راني راح نعقب عليها النشافه خشتوني كيما صيرتها العشيه، يعني اول تبارك باليت كشماتخ. ودوكا راني راح نعقب عليها النشافه. هنا راني راح ندير الصانيبون، قطرات من الصانيبون، ونمسح الكوزينه باش تبقى ريحه عطيره فيها حتى للصباح باش نكمل هذوك الاشياء. يعني خبيهم برك و نديرهم في لي بورت مونجي ونسهلوا ان شاء الله بربي. هنا ليكم انا نمسح الكوزينه تاعي. هنا هاني مسحت الكوزينه تاعي بصاني بو كيما شفتوني. دوك انا نروح ندوش ومن بعد نرجع. هنا بعد ما كملت الكوزينه يعني نشفتها كيما شفتوني، غسلت النشافه، دخلت دوشت، ودوك راني عاودت خرجت يعني باش نكمل الامور تاعي. جبت الباراسول هاي ليكم. هنا المساسك اللي نحكم بهم الدراوات، لي راكيت، لا راكيت الاخرى راه هزها الطفل راه يلعب بها لداخل حيت هو بدا يعيط. هاني باسكو زوج كبار وزوج صغار. الكراسه اللي نقعدوا عليهم ثما هام ليكم راني حاطتهم باش صباح طول نديرهم في العمال، هذو الكراسه اللي نريحوا عليهم. والباراسول هذا الحديد تاعها والبريكه هذيك باش كي نرجقوها في الرمل. المساسك باش نحكم بهم الدراوات، ولي راكيت باش كي نلعبوا بهم تما. هذو اللي وجدتهم راني حطيتهم هنا باش دوك من بعد نديرهم في الطوموبيل في العمال.